أما عن نتيجة الفرق فقد نال حزب النور 80,936، حزب الوفد الجديد 9,731، وحزب الإصلاح والتنمية 1,654، حزب ائتلاف الثورة مستمرة 2,159، تحالف الكتلة المصرية 9,023، حزب الوسط الجديد 60,814، حزب العربي الديمقراطي الناصري 3,307، حزب الحرية والعدالة 86,260، حزب السلام الاجتماعي 730، حزب العدل 1,363، حزب الثورة المصرية 852، حزب المحافظين 426، حزب مصر القومي 4,463، حزب الحرية 2,150. للانتخابات الفردية بالنسبة للمرشح محسن إسماعيل مصطفى 6,457، مع حفظ الألقاب سعيد صابر السعيد 2,121، حسام إبراهيم الشامي 1,564، محمد إبراهيم أبو بمبة 17,341. بالنسبة لجهاد حامد محمود عيد 9,894، السيد عبدو الريدي 47,467، علي حسن الداي 124,000. الله أكبر، الله أكبر، إليه الحمد، الله أكبر، إليه الحمد. السيد أحمد البوس أبو موسى 83,412. صديق عبد اللطيف خليل 1,189، رضا جمعة أحمد العفني 2,297، محمد عبد الوهاب حسن الطويل 89,781، محمود محمد طه العزب 1,025، يحيى زكريا حسن عبد الله 4,994، ناجي محمد حسن شتا 50,691، سامي رفعت السيد عبد العزيز وشهرته سامي البغدادي 680، جمال عبد السميع محمد احمد ابو العطا 1,610، محمد عبد الوهاب محمد سرور 733، منصف سادات سعادة المغربي 537، نبيل محمود ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحليم 591، محمد علي ابو حجازي 1,006، محمد ابراهيم التبعي النبات 952، المتولي السيد الغفاري 724، علاء الدين شحاته كراس 6,653، محمد جمعة الدسوق الفسيوني 4,092، رشدي عبد المنعم عطية 2,164، محمد رضا علي البرعي 1,074، محمد عباس هلالي 1,068. افتحها بيها واقع.
جنب الزهر. ده مفتاح ابيض واقع بتاع الدولاب.